وبالأردن يواصل أفراد الجالية الوطنية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وقد افتتح المكتب المتنقل المتخصص أو المخصص لتسهيل التصويت أمام أفراد الجالية في محافظة إربد الحدودية مع سوريا، بعد أن أكمل جولته بمدينتي المفرق والزرقاء يومي الأربعاء والخميس على التوالي، وشهدت مكاتب الاقتراع إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين. كلنا كمواطنين جزائريين مقيمين في الخارج من تأدية واجبنا الوطني في هذا العرس الجزائري العظيم، ونأمل من الله عز وجل أن تبقى الجزائر دائما حرة وديمقراطية بإذنه. أنا جزائرية وجاية ننتخب بكل فخر للدولة الجزائرية، ونتمنى إنه كل ما يصح لي نجي ننتخب إن شاء الله نتمنى كل خير للجزائر والتوفيق وكل شيء يكون ما خير بإذن الله.